السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معايا مروحة عمود من شركة العربي، مروحة تورنيدو زي ما حضراتكم شايفين كده. لو أنت معاك المروحة دي واشتريتها خلاص وعايز تجمعها، يبقى الفيديو ده ليك عشان هنجمعها مع بعض بكل سهولة. تابع معايا لحد آخر الفيديو لحد ما نشغلها كمان. بس في بداية الفيديو أتمنى إنك أنت تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نفتح المروحة مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المروحة. في حاجة برضه عايز أوريها لحضراتكم، شايفين هنا المروحة؟ في هنا لزق وفي هنا دبوسين هنا ودبوسين هنا. طالما فيها الدبابيس دي أعرف كده إن مفيش حد فتح المروحة دي قبلك، ده قفل الشركة طالما هو فيها دبوسين وخلاص. إنما لو لزق بس يبقى كده التاجر عنده المروحة فتحها فرج عليها حد أو كده، تمام؟ أعرف ان طالما هي فيها دبوسين كده اعرف ان محدش فتحها قبلك من الشركه ليك مباشره. هنفتح المروحه ونشوف ايه اللي جواها، بس يا ريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. فتحنا المروحه، هنشوف ايه الاجزاء اللي موجوده ونطلع الاجزاء كلها. الاول كده الكرتونه فضيت، ما عادش معانا اي حاجه. ده شكل المروحة، دي الأجزاء الموجودة معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. الموتور والماسورة والقاعدة والشبكة والريش، تمام؟ ننزل الكراتين اللي هناك لازمة والأكياس عشان كل حاجة تبقى قدامنا باينة. تركيب المروحة يا جماعة سهل جدا جدا جدا، أنت ممكن تعملها من غير ما تلجأ لكهربائي او تلجأ لحد وانت قاعد في البيت. كل تحتاجه مفك، اي مفك عندك. ما عندكش مفك ممكن مثلا بسن سكينة بحرف معلقة على حسب ما دماغك ما تشتغل يعني. طبعا معايا هنا زي ما حضرتك شايفين شهادة ضمان للمروحة، تمام؟ طبعا المروحة دي يا جماعة زي ما حضرتك شايفين كده معاها ضمان 5 سنوات، ضمان من شركة العربي 5 سنوات، تمام؟ وهنا بيشرح لك ازاي انك انت تجمع المروحة. انا طبعا عارف انا هجمعها ازاي، انت ممكن برضو تبص على الخطوات دي تاخد فكرة قبل ما تركب المروحة. بس انا حبيت دلوقتي اعرفك كل من هو موجود جاي مع المروحة ايه. هنشيل الاكياس دي خالص ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. موجود يا جماعة هنا معايا الماسورة، الماسورة دي في قعدتها هنا في الآخر هنا كده مسمار زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ خطوة بخطوة، ركز معايا. هنفك المسمار اهوت، وكده كده بيبقى سايب ممكن بالمفك وممكن بإيدك، تمام؟ ده كده يا جماعه اهوت مسمار معاه ورده. هنجيب القاعده بقى بتاعه المروحه زي ما حضراتكم شايفين كده، هندخل المسمار بالورده بتاعته زي ما هو كده، ندخلها هنا كده وندخل الجزء اللي فيه الصاموله ده هنا. طيب بعد ما دخلنا الجزء ده كده هنعمل ايه؟ هنبدا نربط المسمار. طول ما انت بتربط بيمسك معاك، بتتقل واحدة واحدة كده. واهم حاجة المسمار ده، عشان المسمار ده يعتبر عصب المروحة كلها، هو ده اللي مخلي العمود واقف، ده اهم شيء. دي كده اول نقطة عملناها المروحة ثبتناها، تمام؟ كده اول حاجة، كده اول حاجة عملناها. الحاجة اللي بعد كده الجزء اللي فيه الموتور ده، الجزء اللي فيه الموتور ده بيركب هنا. طب بيركب ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف بيركب ازاي. لو بصينا في الماسورة دي كده يا جماعة في هنا مسمار، شايفين المسمار اللي هنا ده؟ المسمار ده برضو مسمار صليب. هنفكه بكل سهولة كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا يا جماعة خرم هنا اهوت بيتحط فيه المسمار اللي انا لسه فكه حالا، تمام؟ بنحطه هنا اهو. اجيب المسمار بتاعي واحطه واربط، وبعد كده بالمفك قول بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش فيها شغل كتير. ليه صنايعي يجي عندك ويقول لك انا عايز
كذا وعايز كذا وعايز كذا ويلخم لك الدنيا وواحد غريب داخل عندك كل ده عشان مروحه مش مستاهل. هبدا انزلها على الارض كده علشان تبقى باينه معانا عشان اعرف اطولها. نيجي للجزء ده كده، الجزء ده بيتفك، عايز افكها، افكها كده اتجاه عقارب الساعه وانا ماسك الحته دي، شايفين هنا الصليبه دي، اقوم حاطط ايدي عليها كده وافك لحد ما اطلع الصاموله اللي فوق ديت معايا. لازمتها ايه الصاموله دي؟ هنشوفها دلوقتي. في كمان صاموله وراها هتتفك بكل سهوله. في حاجه بقى، اما جينا نفك دي فكناها اتجاه عقارب الساعه، تمام؟ واللي ورا دي ممكن انت تفكر ان دي بتتفك زيها، لا دي عكس بقى يا جماعه، دي بتتفك عكس، ده عكس عقارب الساعه، يعني واحده عكس واحده، تمام. بعد كده نرجع بقى للريش والشبكه، دي شكل الريش ودي شكل الشبكه، هنقصهم بكل سهوله بقى. عندك قصافه، عندك مقص، عندك بنسه، عندك سكينه، الحاجه الموجوده عندك هتقضي يعني. ده فيز عادي خالص اتفك اهو. هنطلع الريشه نحطها في جنب، هاجي هنا وافك الجزء ده بيبقى مربوط. في الجزء ده يا جماعه والجزء اللي عليه اللوجو بتاع تورنيدو، تمام. بجيب الجزء ده، ده خلفيه، الخلفيه دي يا جماعه فيها هنا خرمين اتنين بس، هما زي ما حضرتك شايفين الخرمين دولت ليهم البنز بتاعها، ده بنز اهوت بيركب عاشق ومعشوق كده زي ما حضرتك شايفين اهو، شايفين معايا البنزين ركبوا هنا. جه بقى دلوقتي دور الصاموله دي، الصاموله دي جه دورها، عايزين نربطها بقى، نربطها اتجاه عقارب الساعه، نربطها كويس جدا، الحاجات دي كلها لازم تربط كويس جدا اهوت زي ما حضرتك شايفين. بعد كده اجيب الريشه بتاعتي، الريشه بتاعتي مش هتركب بشكل عشوائي، لا هتركب لها مكان، شايفين هنا علامه الصليب دي او المسمار اللي داخل هنا، ده المسمار ده يا جماعه ليه مكان بيتعشق فيه هنا في الريشه زي ما حضرتك شايفين كده، هندخله فيه بكل سهوله اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، كده ركب اهو يا جماعه. الخطوة اللي جاية بقى خطوة بتاعة الصامولة اللي قدام دي اللي بتمسك الريشة، الصامولة دي بتركب هنا كده عكس عقارب الساعة. ممكن امسك الصامولة خالص والف الريشة، الف الريشة زي ما حضرتك شايفين كده اهو اهو، لفيت الريشة جامد جامد لحد خلاص ما عدتش قادر الف، خلاص كده مسكت زي الفل. الخطوة اللي بعد كده اللي هو الافيز ده او الحزام ده، الحزام ده فيه مسمار من تحت يا جماعه زي ما حضرتك شايفين كده، مكان المسمار ده انا هخليه من تحت مش هخليه فوق ولا في الجنب، لا هو المفروض يبقى تحت عشان حتى الشكل العام بتاع المروحه يبقى شكله كويس. زي ما حضرتك شايفين يا جماعه ركب، هركب بقى الوش بتاع المروحه، الوش ما راحش اركبه كده او كده او اي شكل، لا اخلي كلمه تورنيدو اللي هي الماركه نفسها تكون ظاهره كده، احاول ادخلها واحده واحده كده. يا جماعه الحزام ركب والوش بتاع المروحه ركب، تعتبر كل الخطوات خلصت غير خطوه واحده بس، الخطوه الاخيره ان احنا نربط الافيز ده، شايفين الافيز سايب ازاي يا جماعه؟ افيز كده سايب، اجيب المفك كده واربط المسمار كده. يا جماعة ركبنا المروحة بكل سهولة، ما خدتش معانا وقت خالص. في حاجة كنت عايز اقولها لحضراتكم، القطر بتاع المروحة نفسه 16 بوصة زي ما حضراتكم شايفين كده، 16 بوصة للمروحة. في ناس كتير بتقول لك المروحة ديت صيني مش مصري، لا يا جماعة مكتوب على الكرتونة ميد ان ايجيبت، صنع في مصر، تمام. وزن المروحة نفسه 9 كيلو و100 جرام، دي المعلومات اللي الناس كانت بتتكلم فيها، معاها ضمان 5 سنين. هنجرب المروحة ونشوفها بقى على الكهرباء. في حاجه برضو كنت عايز اقولها لحضراتكم، المروحه ممكن نكفيها لفوق وممكن نكفيها لتحت بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين كده. يا جماعه هنجرب، حطينا الفيشه في الكهرباء، هنشوف ايه الزرار دي وظيفتها ايه. اول زرار اللي هي السرعه الاولانيه، تمام. عايز ازود السرعه هتبقى على الثانيه، هتبقى على الثالثه زي ما انا عايز، عايز امشي خالص اضغط على العلامه الاحمر الزيرو دي كده وقفت المروحه. طيب لو انا قاعد في مكان وشغلت المروحه
والمروحه بتلف زي ما حضراتكم شايفين كده، وانا عايز اثبت عليها هضغط على الزرار اللي فوق زي ما حضراتكم شايفين في هنا زرار فوق اهوت يا جماعه، هضغط عليه كده على الزيرو كده ان هي ثابته ما بتلفش، عايزها تلف هضغط على الواحد كده زي ما حضراتكم شايفين. مروحه تورنيدو، لو انتوا عايزين المروحه دي موجوده عندنا في روزلاند، وان شاء الله في توصيل لجميع المحافظات. علشان توصلك المروحه دي خدها سكرين شوت، خد الكرتونه، ده شكل الكرتونه يا جماعه، ده شكل المروحه. لو انت عايز المروحه دي خدها دلوقتي سكرين شوت، وبعد كده ليها الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، وان شاء الله هتوصلك لحد باب البيت. التفاصيل كلها على الواتساب يا جماعه. بس كده يا جماعه، اتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو استفدت من الفيديو اتمنى من ان انت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.